اهلا وسهلا، وكل ممنوع متبوع. نعم، لحو الكتاب، لحو. هلا ميتشو كوشي هن بيعرفوا بامريكا كلهم والعالم كله عارف ان از ليفينج لايت ليفينج كرايست، انا الطريق وانا الحق وانا الحياه، هل انا الكونيه فيك وفي. عم بيقولوا له لميتشو كيف بدنا نتجاوب ونكون مع هالناس يلي من غير كواكب عم تجي؟ قال لهم انتم موصولين فيها اصلا بس ما نكون عارفين. مشان هيك امريكا هلا هون عم تمنع كل الماكولات يلي بتشفي، بدها تحط المأكولات للإف دي اي ولكل السرطانات وتنشرون. لحي بقول انت هيل داي سيلف، شفي حالك، ما تروح لمطرح، ما تخلي حدا يلعب بجسدك. وبس تكون مطرح وتشوف انه في ناس من غير عوالم دغري السلام عليكم بتشوفهم بتقشعهم وموجودين. شفتوا بكتب كتيره بفوتوا على الكنيسه بيلاقيه عم بيصلي. انا كان في عنا درج بالبيت عند ميتشو، اطلع انا وانزل هيك، قال لي ليكي ما رح ياذيكي الك، بس في ناس بيأذيهم. قلت له وين قاعد؟ قال لي هون، بس انت بتمشي بزحلك تطلعي. هالبيت اللي عشنا فيه وبعده ميتشو عايش فيه، هالرجال عنده 4 اولاد ما حدا اهتم فيه. ميتشو اجا وقعد معه وقال له بتضل معي هون، مين بيسبق التاني؟ قال له ما حدا بيحبني غيرك. خدم هالرجال الكبير وقال له انا بحبك بس غيرك بدي اذيهم. وصار ناس يأذيهم ووقعهم عن الدرج. ولما خفت انه في هيك كنت حط انا دائما بخور وحط عطر وهيك اشكره وكلنا نهتم. اذا واحد طالع هيك عم على الدرج تلاقيه زحط. ضليت حتى حسيناه انه ترك، بطل قاعد هون تزحط الناس. ودائما اولاده واحفاده ما حدا توفق منهم ابدا لانه دعوه المظلوم. وهالبيت عطاه لميتشو قصر كبير. ولاده وقت اللي هو اخذ البيت راح لعندهم وقال لهم رح ادفع لكم حقه، ما بدي اياه هيك. لما تعرفوا وشافوا شو عم بيعمل ميتشو قالوا له هي البيت الك. مثل ما اجى واحد بده بيت قال له لقد وهبته لله ولرسوله للامام علي. فاذا كل واحد منا يشوف شو الصدقه اللي فيكم تعملوها، هي اللي بتلحقنا على القبر، هي اللي بترافقنا. ميتشو مرته وبنته ماتت، ولاده واحفاده موجودين وهيك، بس ما عم بيتعذبوا بسببه هو اللي عم بيقدر يقول ويرحم انه غلطوا فلان وفلان وفلان وكلنا بنغلط. ولكن عم بيقول لامريكا علنا ما رح تعطينا الحريه امريكا نحكي اللي عم بحكيه هلا هون. ممنوع. عم بيحكوا بالبيت الابيض اورجانيك وهو باما ومرته، بس هيدا كلام بكلام. بنحكي اورجانيك ومنرش مواد سامه بكل المستشفيات، الادويه والمطاعم، مثل لبنان مثل الامه العربيه. فاذا هون عم بيحكي شو الاشياء ما فيهم يوصلوا ليها؟ نواياك. ليش الماريجوانا هلا موجوده علناً كل الناس؟ لأنه سمحوا فيها الهنود، ما فين يعيشوا بليها. بيقول السرطان أنت السبب وأنت الشفاء اللي عندك موجود. نعم، الماريجوانا ما بقت بالسر، صارت علناً. ليش؟ لأنه أكثر بتزيد أمراض بالإنسان. كل السياسيين وكل رجال الدين وكل المدارس اللي عم بتعلم كلها عم بتعلم مرض مش تتشفي ابدا. كيف الاف دي اي بدها تعيش على السلاح وعلى الامراض وتحتالي يطلعوا مصاري ويستغلوا الارض؟ كيف بدهم يفقروا الامه العربيه بس يشيلوا كل بترولها؟ ليش ما بتاخذوا البترول اللي عندكم موجود وين ما كان؟ ليش هلا بلبنان الرمل كله اللي عم بيطلع من الحجار اللي عم نكسرها تنبعتها على الخليج؟ ليه حفات عراتنا تطاول في البنيان؟ ما زال كفى بالموت واعظا، لشو بدي اعيش بهيك ابراج؟ بمجرد تطلع بهيك برج اخ ما فيني اشوف رقبتي، بس اذا شفت رقبتك هي رقبتي. بدنا نشوف هالصله التواصل بيناتنا كلنا، مرآة المؤمن كل واحد للتاني.
فإذا هيدا الكتاب لازم تقروه كلكم. World peace، ما في سلام بالعالم إلا إذا كان في صحة. Health is wealth. الصحة صحوة، العقل السليم بالجسم السليم، قالوها كل العلماء وكل الحكماء يلي ورثته الأنبياء مش الأطباء. هيدي نظرتنا الكبيرة هلأ بدها تكون رؤية كبيرة، العالم كله عيلة وحدة مش علة، صرنا علة وحدة، بس هلأ ضيعة صغيرة بكبسة زر. حكومة وحدة لازم يكون، هالحكومة يعني هي بدها تكون محكومة من الشعب، إذا لقيت جوعان أو إذا لقيت حرامة أو إذا لقيت بسببنا، ساعتها الحكومة أنت الحق عليك. كل واحد هو بده يشفي حاله، ما في أبدا عقل مريض، كل مرض عم يجي نحن بجسمنا بيبلش بالجسد، ومن الجسد في أمراض روحية وأمراض نفسية وأمراض ذاتية وأمراض فكرية. بس تبلش تعالج جسدك كل هالأمراض بتروح. أنا عندي هيك وأنا بنسى وأنا ما بعرف وأنا بوقع وأنا، انتبهوا ليك. زوج قال هو مرته أغبياء جدا، وأول مرة بيشتروا مراية، لما راح الرجال تشوف المراية شاف نفسه فيها، راح ينادي مرته ويقول لها ببيتنا حرامي، راحت قالت له الحرامي جايب مرته معه. ومرة وحدة بتقول لمرة تانية أنا جوزي بينسى كثير، نسى قوي كثير، كل مرة يقول لي أين مفتاح السيارة؟ وين مفتاح المنزل؟ قالت لي يا بختك، أنا جوزي بيقول لي أنا شفتك وين قبل كده؟ يعني كلنا عنا هلا عم ننسى، ليش عم ننسى؟ وين راحت هالذاكرة؟ ما بدي أنا أنسى يلي فيي، بدي أنسى اللي بيموت، ما بدي إيه؟ ما بدي أنسى الحي اللي ما بيموت. كلنا واقعين بالجورة، بس نحن اللي وقعنا بالجورة بنطلع منها. بتعرفوا هالضفدع والتاني وقعوا بالجورة كلهم ماتوا إلا هيديك طلعت. ليش انت ما متي؟ تري خرسة وطرشة، ما سمعتوا شو عم بيقولوا، موتوا موتوا موتوا، هي ما سمعوا، طلت تعمل هيك 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 هيك، صار اللبن الحليب لبن وصار لبنة ونطت، طلت الطوف 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 الطوف، طواف 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 طواف، الباب مفتوح. قد ما فيك بدك تطوف هالطواف الداخلي وتشفي حالك انت، هيل داي سيلف. الماريجوانا اذا سمحوا فيها خلص، نحن منا أليس ان وندرلاند. صارت هلا اللي بياخذوا الماريجوانا وكلهم، كانت هي مع سته، صارت هي والسحر والشعوذه ضد سته، هي والذئب ضد سته، انقلبنا. هلا رح تشوفوا كيف عناصرنا بجسدنا، شوفوا شو حلوينها. النظام الغذائي المتوازن في أوقات محددة ومواعيد منتظمة بيساعدك على الجسم التخلص من الكيماويات والسموم الموجودة من الساعة 9 لل 11 مساء. هذا الوقت يتم فيه التخلص من السموم الزائدة بالجهاز اللمفاوي. كل وقت كل وقت من 9 شو بيصير لل 11، من 11 لل 1 صباحا، من الساعة 1 للساعة 3، من 3 لل 5 بتقروها على الموقع بتشوفوا كيف، شو هني هو؟ كيف عم تبرم؟ فائدة صلاة الليل، فائدة صلاة المغرب، فائدة هيك. هل نعم، فذلك ميعاد تخلص الكولون من السموم الساعة 5 صباحا، لذلك يجب التبول في مثل هذا الوقت لتفريغ المتانة لمساعدة الكولون على التخلص من السموم. هنا ننصح الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أن يواظبوا على الاستيقاظ في هذا الوقت الساعة 5 صباحا لكي يساعدوا الكولون على العمل والتصريف، وفي خلال عدة أيام سينتهي الإمساك المزمن مع ضرورة الالتزام أيضا بالغذاء المتوازن. دائما على شيء أسبوع نوعى بهيك وقت وبهيك وقت النوم، نم بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. من 7 لل9 صباحا ميعاد امتصاص الغذاء في الإمعاء الدقيقة، فيجب أن يتم تناول وجبة الإفطار بهالوقت. بلى بكير الساعة 7 أو 8. المرضى الذين يعانون من الأنيميا ونقص الهيموغلوبين بالدم فيجب أن يتناول وجبة الإفطار قبل الساعة 6:30 صباحا. أما من يرغب في المحافظة على سلامة جسمه وعقله تناول 7:30. والأشخاص الذين لا يتناول وجبة الإفطار وتعودوا على ذلك يجب أن يغيروا عاداتهم، لأنه من أهم أسباب تليف الكبد. انتبهوا،
ترويقة، ترويقة ملك يعني تروق. تغدى غدا أمير، تعشى عشا فقير. الترويقة ضرورية، فيك تعيش على الترويقة مش على الغدا ولا على العشاء. بمنتصف الليل أو الأربعة صباحا هو الوقت الذي ينتج فيه النخاع العظمي خلايا الدم، لذلك يجب أن ننام باكرا مبكرا وننام جيدا وبعمق. إن النوم المتأخر والاستيقاظ المتأخر يعملان على تعطيل الجسم من التخلص من السموم الموجود به. النوم انتبهوا، والاستيقاظ. هلا بدك تشوف انه اوقات بالنوم بسموه نصف الموت، بتكون نايم بتشوفها بعد الظهر بالقيلوله وقبل الفجر. بهالوقت الجسم كله بصير في عنده انتفاضه، انتفاضه والتوحيد مع بعضه. قد ما فيك بعد الظهر خذ هيك غطى، وانتبه ما تاكل اللحوم بقى قد ما فيكم، اللحمه ما حدا عم بحلل، عم بفوت الغضب كله هون فينا، كل هالغضب، كل شيء ذبح ما تاكل، كل شيء بيهرب منك ما تلحقه تقتله وتاكله. كل شيء ذكر وانثى رح تشوفه هون. الغذاء المتوازن عباره عن قواعد وخطوط ذكر وانثى، يين يانغ. وقت اللي بتاخذ كثير حلو بدك ملح، الحلو مش السكر، بتشيله السكر. نجينا من الابيضين، السكر المكرر والملح، شيلوه. نسمعوا للانبياء يا اخوتي، نسمع للنبي، نحن تركنا النبي ولحقنا الغبي، وهذا اللي وصلنا لهون. رح تشوفون، رح فرجيكم العناصر الخمسه بالقوانين تبع الخمسه، مشان هيك في ناس بتصلي خمس صلوات وفي ناس بخمسه بس. هي العناصر: النار اقوى شيء الظهر، الشمس، التربة، التراب بعد الظهر، المعدن، الماء بالمغرب، وهيدا الفجر. الفجر، الظهر، المغرب، العصر، المغرب، العشاء. هلا هي طاقة المي، المي بتطفي النار، النار بتطفي المعدن، المعدن بتقص الشجرة، الشجرة أو الهواء بتسمي، ما فينا نشوفها، الهواء بنسميه شجر. بعدين الشجر بده تراب، التراب بده مي. هالخمسة، الشجرة هي النار والتربة والمعدن، هن الخمس عناصر اللي موجودين بجسدنا. هون القلب والمصران الرفيع، هون المعدة والبنكرياس والطحال، الرئة والمصران الغليظ، كيدنيز، الكلى، المتانة، الأعضاء التناسلية، وهون الكبد والمرارة. هالخمسته بهالألوان كله تقرون وبتدرسوا الفايف إليمنتس، كتير مهمين. إذا بتشوف المرض يلي عندي هون بتقوي هول الأربعة، مرض هون بتقوي. هيدا جبته معي بس خلقت كل واحد منا. أيمتى خلقتي؟ أنا طاقة مي، فإذا وجع ظهري والكلى والأعضاء التناسلية جبتها معي، أنت جبتي هون مي، كل واحد بتجيبيها. هيدي بتجيبها مع أمك وبيك، فيك تغيرها بتحسنها، بس فيك تدعس عليها ما بتخليها تكبر. في شيء اسمه كونديشن وكونستيتيوشن، جبته من امي وبيي بالوراثه، بس في جبته بالحال، فيني غيره، جبته بالاكل، جبته بالافكار، بالنوايا. فاذا بتغير الوان ثيابك وتغير جسدك كله واكلك، وتبلش تنظف بالبيت كل شيء منك عايزه، بتحطه بكيس مرتب وبتاخده لناس هني بدهن اياه، هيدا بيكون الك. ما تواخذني، تفضل. هيك بالجماعه كلنا، بتلاقي هون أوضة للأطفال لعبهم وتيابهم، وهون للكبار، للرجال، للشباب، للصبايا، للنسوان الكبار بعمري وأكبر وأصغر بيعرفوا. حذاء واحد بكفيك، وبدلي وبدلتين ثلاثة. هلا قد ما فيهم عم بيشيلوا الألعاب من البيوت، وعم نشيل الإنترنت وهيدي وبإيدينا، عم بتموت هيدي الطاقة، رح يقتلوا العدسة كمان، ساعتها ما فيك تقدر تشوفه منيح، بتعمل بلورينج، رح يحطوا انترنت هون وكمبيوتر. بحبها كثير وبحب اقراها وانتم احلى مني، ولكن هلا شوفوا هالدعاء يلي ما في لا فقر ولا غنى، انك تقبل كل شيء. يا رب اذا اعطيتني مالا فلا تاخذ سعادتي، واذا اعطيتني قوه فلا تاخذ عقلي، واذا اعطيتني جاها فلا تاخذ تواضعي، العكس كله. وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ عزتي، وإذا أعطيتني قدرة فلا تأخذ
عفوي، العفو عند المقدرة. وإذا أعطيتني نجاحاً فلا تأخذ طموحي، مش الطمع، بدي أكبر وأكبر وأكبر إلى اللانهاية. وإذا أعطيتني صحة فلا تأخذ إيماني، وإذا نسيتك فلا تنساني. يا رب، كلمة عرب حلوة كتير، يا رب، وعين الله تسهر على العرب، لأنه نحن بوضع كتير تعبين هلأ، مؤامرة حول العالم، ولكن هالمؤامرة ما بتروح إلا بأمر منا نحن. هالأمر منين بده يجي؟ الغفران أقوى الانتقام، لما بيعرفوا إنه هيدا العربي المسلم هيك أخلاقه، فاتوا بالأخلاق لهون وفاتوا بالعلم. هلأ عم بيشوفوا برا، تعالوا نشوف هيدا هو الإسلام يلي عم نشوفه؟ لا. هيك محمد؟ لا. هيك حضرت علي؟ علي؟ لا. وبيفهموا وبيقروا عن الصوفية قديش تعذبوا. أهل الذكر وأهل الصفا هن اللي حاملين الإسلام، ولكن ما التقيت بعد حدا منهم بالأمة العربية. يعني ما بدي يكون شريعة وطريقة، ما بدي اللي تحجبي أو ما بدي شوفي، ما بدي، لازم يقبلني مثل ما أنا. أن ترى الألوهية والله في كل شيء، ما تعمل علي فريضة، تشرح لي عن الحجاب، تشرح ليش لازم أعمل هيك. إذا ما عندك علم أبدان وأديان، ما بدي هالإنسان. ورفع الميزان بالإنسان، انتبه. هالكتاب أول كتاب مريم كتبته، فنجان قوة، وكنت ببيت الحاكم، يعني اللي هلأ بعده حاكم هالكرة الأرضية، ورجعت غيرت فيه، شلت أشياء منا بحاجة إلى اليوم، حطيت أشياء. فنجان قوة بألم الإنسان، ألم مش قلم. تقديم ركوة مريم نور، ربي قوني ثم قوني ثم قوني حتى لا أقوى على أحد. كل الحقيقة من قالت من اسم أو اثنين وثلاثة، الوجود قال من خلالك، من خلالي، فلان وفلان وفلان. مشان هيك كل هالكتب صدقة. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم عالجوا مرضاكم بالصدقات. انتبهوا، انتوا روحوا لعند هالإنسان، انتوا ما تعطوها هيك انه انا زكيت، لا. نهدي هذا الكتاب إلى كل عين تقرأ بقلبها وتعشق بصمتها وتفهم بسرها وتتذكر ذاتها، إلى هذا القلب الثائر المتمرد، إلى هذا الآدم وهذه الحواء أهدي هذا الكتاب. أيها الساعي إلى الوعي، إنني لازلت أبحث عن كلمة لأقدمها إليك، إنها بين الكلمات، إنها في صمت كل الأصوات، إنها أنت. اسمع لذاتك، تأمل، واسكن السكينة الساكنة فيك أبداً. هناك تلتقي بالسر الذي لا كلمة له، إنه أبعد من حدود الحرف، إنه نعمة الاختبار. اقرأ وانصت واصمت واختبر، إنها رحلة مع الصمت. أهدي صوتي إلى صمتك، أحبك. خلاص، مش مريم نور اللي عم تكتب، بتحمل الألم بس. شو بدي أقولكن؟ انذار، لقد أعذر من أنذر. أيها القارئ العادي، إذا كنت تبحث عن كتاب مفيد فلا تقرأ هذا الكتاب، أما إذا كنت تبحث عن كتاب لا كتاب السيد مفيد، فجوابك بين يديك وعينيك. انتبه، هذا الكتاب أبعد من أي كتاب وأقرب إليك من أي جواب. ما في شيء مفيد أبداً. أنت بدك تكون مريد عند المرشد، هذا هو المفيد. اقرأ وامضغ جيداً وارشف شفي شفي لتصل إلى تلك القوة، إنها في قعر الفنجان وفي قلبك أنت أيها الإنسان. وتذكر بين مراتب القوة درجات، أولها القراءة ثم الصمت وبعدها الاستماع والحفظ والتأمل والعمل به وأخيراً نشره. اقرأ وانشرنا، إذ لم يعجبك فقد أعجبني اختيارك. إنها قفزة تجاوزية ومغامرة قوية بك أن تقرأ هذا النداء. ألف مبروك أيها القارئ، لقد اخترت أجمل هدية لك، إنها الكلمة وأنت الكلمة، أنت الكلمة وأنت الصمت وأنت الصوت. ما عجبك كبه، ما عجبك بهدلني، بقبلك عم تقول حقيقة لحية فيك، وبتناغم أنا وياك. كنا نحن وصغار بس حدا بهدل تاني، بكرة بفرجيك، بكرة من هلأ لبكرة. هاي الثلاثية، إذا قال لي حقيقة بروح بشكره، وإذا قال لي كذب
جهل الجهل يعني ما بيعود يفرقوا بينك وبينه. السلام عليكم وكفي الطريق. بهالكتاب في أسرار كتير حطيتها ما فيني إلكم، عن السماح وعن الغفران. في أسرار كتير لازم تعدوا تقروا. التقيت برجل دين عنده ألوف البراهين لوجود الله، هذا يعني إن عنده ألوف من الشكوك. قال له عنده ألف برهان لوجود الله، قالت له لو ما عنده ألف شك ما جاب ألف برهان. فإذا ما تروحوا لعند الناس يلي مثل ما بتشوفوهم بيعملوا فتاوى وكيف بيصلوا وكيف بيقدسوا وكيف، ما بدي إياها. مسجد بيكلفوا، كنيسة مليارات الدولارات، شو القوة بالحجر يعني؟ القوة حتى بالبشر وفينا انطوى. ما بدي ابني، نحن هيدا معبدنا تحت القبة، قبة الزرقاء وهالأرض. قديش في ناس عم بتموت هلا بهالمجاعة حول العالم، ونحن بنعمل هالبرامج بتتكلف ألوف ومليارات الدولارات وبنايات، شو عم بيصير؟ شو السبب؟ هيدا هو اللي دمار الشامل بده يجي. نعم، يا الله أنت البداية وأنت النهاية. التأمل مفتاح الباب. انتبه إلى صحة جسدك وعقلك. الكتب عن هذه المواضيع كثيرة. الكلمة الأخيرة هي فيك أنت. اسمع إلى قلبك واستفتي قلبك. إن الحياة اختبار، أنت اختبر. استفتي قلبك ولو أفتوك. حلو كتير، ما تصدق حدا، ما أنا إلا بشر مثلكم. بس هالقلب اللي بدك تستفتيه مش هالقلب اللي هون، هيك بلب القلب. ساعتها انت كل ما تغيرت نفسك وروحك من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة، ترجع بتصير انت والله. حي قيوم مع حي قيوم. ساعتها الناس بتشوف انه عندك شيء بتروح لعنده. كان في مرة بأمريكا اسمها أنا، بتغمرك وبتصح أنا، بس بتشيل كل الأمراض، ما في مرض، بس تغمرك بيمشوا المسارات كلهم. موجودين هيك ناس بالهند، أنا راح أشوفها، اسمها ساريتا. ماشي، بتحط إيد عليك هون. وفي كيرتي اسمه كيرتي بابا كمان بالهند، موجودين. مثل ما الأم بتحط ولدها بحضنها بتغمره، بتحط هاي حرارة ما في، قعدوا بحضنا تضربوا يكون رايح، حط ايده بصح. هالصحوة فيك وفي، بس بدنا نكون مع بعضنا هيك، نقعد بجلسة. بس هالجلسة مش هاللي عم بتشوفه على المحطات كلها، ما في جلسات هيديك، هيدي كلها مؤامرات. كل البرامج منحطة بكل المحطات، 99.99 قال 100% بنكون تخطينا القانون، بس 99.99 ايه. برجع بذكركم اذا في حدا بعمري او اصغر شوي او اكبر شوي، يعني يلي عنده مش بس ختيار يكون كبير، بتطلع على التلفزيون بيعطوك برنامج يعني، او اذا فيك تحط حضره منيحه. والآن وقبل أن نبدأ رحلتنا مع ذاتنا، هناك سؤال ملح وهو: هل يمكننا أن نغير من أقدارنا؟ أنا رزقي قليل وهذا هو قدري، فهل من الممكن أن يتغير الوضع؟ أنا مريضة من كم سنة ودددد. لا تنق، كثرة النق وصلتنا لهون. يحيي العظام وهي رميم. نعم يا شافي، تأكد وحط بنيتك إنك شفيت. اللي بيجي لعندي بقول له تعال لأنك شفيت، ما زالك قررت إنك تجي، خلاص بتجي لهون بتشفي وبتشوف إشارات وبشارات فيك، وبتروح بتوزعها بالجيران والأحياء اللي حواليك. مش بس أنت تصح والتانيين لا، بدك تنشرها. قال ما تنشر، قال له كيف بدي أنشر؟ إنه غسيلك الوسخ عم بينشره. لا، ما ننشر غسيلنا الوسخ، من بعد ما تنظف تنشر. إن تبلش بحالك، التقيت شفتها حقيقة فيك، بلش شارك. قال له go teach what you need to learn، روح علم اللي بتحب تتعلمه.
نحن بالمدارس بنفتح كتب بس، والمعلم بفوت معه كتب بعدين بياخذ الشهادات. واذا بتجيبي حدنا مدرسه، قلت لها ليه عم تعملي هيك؟ قالت للمعلمه، وما رح اقول مين وهيك ومين اني، اذا بتجيبي مصاري ما بتعملي فحص اخر السنه. صاروا هالبنات يروحوا ينخوا ويمضوا. قلت له يعني، قال لي بعطيها تشيك، ما بنت عمرها 14 15 سنه يعني رح اروح معها. هي بالاشرفيه واشرفيك. شوفوا شو عم بصير هلا، اغتصاب الاولاد. هيدي ايامي ما كان في هيك ابدا، بس كان في كبت، كان في جهل ممنوع تعرفه. خلص قالت المعلمه، قالت الراهبه، قال الابونا، العظام الي يا ابونا واللحمات الك، الابونا يضربنا والمعلمه تضربنا، وبدنا نكتب على السطر انا احب المعلمه 100 سطر انا احب المعلمه. واحلى شيء بالمدرسه قال له انا، وقت دق الجرس قال له روحوا على البيت، قال بس ما خلصنا بقى نجي ثاني يوم. قلت انا بحب روح على المدرسه بس ما بروح اتعلم، بحب روح العب مع اصحابي. كل المدارس مقابر، بس لانه معك شهاده. ما بدي شهاده، بدي اشهده. ما بدي اشهده واجحده، بدي اشهده. من هون بدك تبتدي انت بنفسك، كن شاهدا للحق.